تقدر تساعد ابن بلدك ساعده، تقدر تخدمه اخدمه. هو ده كل واحد من خلال مكانه. احنا اعظم شعب في الدنيا، اوعى حد يقول كده. واكتر ناس بنساعد بعض. بس احنا مش بتوع شو، احنا المصريين كتير جدا جدا بيساعدوا بعض وبيشتغلوا عشان خاطر البلد دي. طيب انا برضو معايا عبر زوم الدكتوره سناء ابراهيم نور الدين، مستشار فني في شركه التميز الشامل لرعايه ذوي الاحتياجات الخاصه. مساء الخير دكتوره سناء. مساء النور يا فندم، اهلا وسهلا بحضرتك. انا اشكرك على المبادره الرائعه اللي انتم عملتوها في القوى وزير الخارجيه وفي لقاء معالي السفير نبيل حبشي. بصراحه كانت مبادره رائعه، وكان ادائك انت والدكتور طارق بصراحه يعني حاجه تدعو للفخر بابناء مصر في الخارج. احكي لي يا فندم عن المبادره اللي طرحتوها على معالي الوزير ومعالي نائب الوزير. تمام. في البدايه طبعا حابه اوجه الشكر لنائب الوزير نبيل الحبشي وقنصل مصر طارق بالمليجي على اللقاء. في الحقيقه كان لقاء مثمر جدا، وده بيعكس اهتمام الدوله المصريه بقياده الرئيس عبد الفتاح السيسي على الاهتمام بابنائها في الخارج. ايوه، وكانت يعني كلماتهم محل تقدير واعتزاز، واشعرتنا باننا جزء لا يتجزا من النسيج الوطني. مبسوطه من اللقاء يا دكتور؟ اكيد طبعا، يعني اكيد كان لقاء فعلا كويس جدا جدا، وده بيبين ان مصر بتقف مع ابنائها في الخارج يعني في اي مكان. انا بشكرهم شكرا يعني كبير جدا، وبنتطلع الى مزيد من اللقاءات المثمره. احكي لي بقى يا دكتور ان شاء الله باذن الله. احكي لي عن المبادره. اتفضل. احكي لي عن المبادره. في الحقيقه انا عاوز بس اكد ان دعم الاحتياجات الخاصه مش مجرد يعني التزام اجتماعي، ولكن هو قبل كل حاجة هو التزام إنساني. ده بيعكس مدى تقدم المجتمعات واهتمامها بجميع الفئات، وده بيظهر طبعا في اهتمام سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بذوي الاحتياجات الخاصة داخل مصر. ويعني هو لا يألو إن هو يقدم لهم جميع الإمكانيات وجميع الدعم في أي وقت. صح. المبادرة اللي احنا بنقدمها، يعني انا بشكر في البداية ادارة مركز التميز الشامل، وانا بالنيابة عنهم بقدم مبادرة ان احنا بنقدم جميع الاستشارات مجانية للجالية المصرية في الرياض او في اي مكان، سواء كان عن اونلاين في اي مكان في المملكة العربية السعودية. بنقدم لهم استشارات في العلاج الطبيعي، في العلاج الوظيفي، في التخاطب، في استشارات نفسية وتأهيلية. برافو. المبادرة دي بتسعى كمان إلى تعزيز التواصل بين الأسر وبعدها وبعض الأسر المصرية الموجودة في المملكة العربية السعودية، ومشاركة التجارب الناجحة والتعاون مع المؤسسات التعليمية، وإن احنا ممكن كمان نوجههم إزاي هم يعني يقدروا يوصلوا إلى أقصى حد من الاستفادة من الخدمات المقدمة المجانية هنا في المملكة العربية السعودية. برافو. طب فندم اللي عايز يوصل لكم يوصل لكم ازاي؟ طبعا هنرسل لحضرتك. احنا طبعا مركز التميز الشامل للرعايه النهريه بالرياض، ده مركز خاضع لوزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه، وطبعا يعني اكيد هنرسل لحضرتك اللينكات الموجوده وارقام التليفونات، وممكن نبحث على جوجل بيلاقي الاسم موجود. يعني سعيد بحضرتك جدا، وعلى وعد بقى نيجي نشوف المركز بقى ونعمل من عندكم يعني حاجه كده. شكرا يا دكتوره، واشكر الدكتور طارق، وموفقين دايما يا فندم. انا بشكر الدكتوره سناء ابراهيم نور الدين.